السلام عليكم، يا رب تكون بخير وتكونوا في احسن حال. عايزه ارد على كل الاسئله اللي جت الفتره اللي فاتت واللي كانت بتوصل لي في مسجز. انا مين واسمي ايه وبشتغل ايه؟ انا ايات، دكتوره ايات مصطفى، فيزيائي طبي في اورام الحسين الجامعي. يعني ايه فيزيائي طبي؟ يعني ام وركينج في تطبيقات راديشن ثيرابي، راديشن في الثيرابيوتيك بيربسز. اوكي، التخصص دوت في ناس بتشتغل فيه، في ناس بتشتغل فيه اللي هم خريجين علوم فيزياء حيوي لما بيدرسوا دراسات عليا في راديشن ثيرابي، في راديشن فيزيكس، في البايو فيزيكس ساعات، وبعدين بيطبقوها في راديشن ثيرابي. اف ذي ار انترستد في اكتر من دبلومات وكورسات. طيب بالنسبه لنا، انا دفعه 2007، دفعه قديمه شويتين. I got my master degree عن الطاقات المختلفه وتوظيفها للاورام المختلفه. فكنت بدرس the influence of the symmetric consideration in the selection of beam energy for radiation therapy techniques. يعني ايه؟ يعني لو هنعمل علاج اشعاعي ل certain type، يعني للبرين، واحد هياخد radiation على مخه يتعالج بستة ولا 15. طب لو في البريست، طب لو في البلفس. الكونتنت ده سهل او صعب؟ بصوا زيه زي غيره، في شيء من الصعوبه، طبعا في شيء من الصعوبه، وكل دراسه فيها شيء من الصعوبه. يعني ما حدش قال لك وانت جاي الصبح الكليه ان احنا قاعدين نهزر ونجيب تورته ونحتفل بعيد ميلاد ماما، ابدا. ده دراسه، دراسه عادي، مطلوب منك شيء من الجديه، كثير من الجديه، تو براكتس تكيب ستادينج بقى، اللي هو تسمع الناس اللي بتفهمك وتدرس وتثابر كده وتجاهد وكذا. ليه بقى؟ عشان تبقى حد نافع. طب قصاد كده هيبقى فيها فاينانشال انكم، فيها فاينانشال انكم، زي لو طلعت ترند. لا مش زي لو طلعت ترند. This is topic and this is another topic. For radiation therapy و targeting to study, you are targeting to treat patients. You are target very high objective. المفروض انك بتتعلمه وبتبتغي من كده رضا ربنا يعني. وانا مش قصدي انه بتبتغي رضا ربنا فتقول يا جماعه انا هشتغل عندكم كده لوجه الله، مش عايز فلوس. انا كفايه ان انا بشوف الناس الحلوه دي. لا، روق بالك عادي، تشتغل فتاخد باذن الله يعني قدر مرضي من الـ من الانكم. مش اعلى مرتب في الدنيا ومش اقل مرتب، الشكل العادي من المرتبات. خد بالك من حاجه مهمه، هو المرتب ده هيبقى ريزنبل وساتبل بالنسبه لك ولا موضوع باشا؟ برضو مرتبط بانت بتصرف ازاي. يعني انت بتاخد مرتبك كل شهر وبتاكل دايما مثلا دليفري تصرف مرتبك في حاجات فاضي، ليه بيتهيألك ان في اي كارير ممكن يكفيك يعني، صح؟ ولو انت بتدرس عن انفستمنت وبتدرس وبتحاول تحسن نفسك باستمرار وبتحاول تكبر في مجالك وتبقى شخص اضافه سواء للمكان اللي بيشتغل فيه او لاي مكان تاني، طبيعي ده يحسنك ويحسن فرصك في الشغل، تمام؟ فهو المجال دوت مربح او مش مربح، هو مجال زي كل مجال. قد ما تدرس وتبقى مميز فيه هتبقى مميز، وقد ما تبقى عادي هتبقى عادي. بس الدكاتره بيحبطونا وبيقولوا انه مش مطلوب فيه شغل. انا في الحكايه دي عندي قصتين عايزه اقولهم. يعني لحد السنه اللي فاتت كنت بشوف اعلانات مطلوب فيزيائيين. يعني خدوا بالكم قبل كده حتى ولغايه دلوقتي لما جربت تقول لحد انك تشتغل فيزيائي في مستشفى يبقى مش عارف انت بتشتغل ايه. يعني ايه اصلا فيزيائيين في المستشفى بيعملوا ايه؟ لكن انتم متخيلين ينزل اعلان في الجرايد بيطلب فيزيائيين؟ لدرجه ان انا كنت بقول للناس لما بقابلهم، عارف الكيميائيين اللي بيشتغلوا في معامل التحاليل، يقولوا لي اقول لهم انا بشتغل حاجه زي كده بس من تخصص مختلف من كليات علوم في تطبيق مختلف غير المعامل وبس. عشان ايه يعني ساعات بيطولوا معاك كده ما بيفهموكش وانت ما بتفهمهمش، فعشان نقفل الصفحه دي. المؤسسات بقت تعرف يعني ايه فيزيائيين. ده ساعات مثلا تبقى داخل المستشفى ويعني انا غصب عني لما حد بيسالني بتشتغل ايه بقول له فيزياء. يعني في لينا زمايل لما حد بيسالهم بيقول دكتور، عشان ما يكلش نفسه عناء انه يشرح. واحيانا اللي هم الشباب اللي بيبقوا على ابواب المستشفيات ما بيبقوش عارفين. لكن انا باي ديفولت اي حد بيسالني بشتغل ايه ما بيجيش على لساني غير فيزيائيه. يعني تخيلوا في ناس تبقى عارفينها، يعني في ناس عارفه يعني فيزياء. المهم ان اتنشر اعلان كان عايز فيزيائيين. الاعلان ده اخذ اوريدي فيزيائيين واختبروهم ووزعوهم على اماكن. منهم ناس كانت بتبعت لي هو ممكن يا دكتور يسالنا في ايه، هو اذاكر ايه عشان ابقى جاهزه وكذا. ده الموقف الاول اللي كنت عايزه اقوله. الموقف الثاني بقى، في دكتور كنت مسجله معاه ماجستير. الدكتور دوت وقتها كانت بتفتح مستشفى سرطان الاطفال، وكان هو يعني مش بيحب يعين بنات ليترالي كده. وانتم عارفين انه في دكاتره ما بتحبش تعين بنات لان ببساطه يعني عارفين اللي هو ممكن تتخطب فتتجوز فتقرر ما تكملش شغل.
كده يعني. لكن لاحظ حاجه، انت برضو لو معين صبيان شباب قصدي، ممكن يجي له اوفر انه يسافر فيسافر، اصل استابيليتي الموظف واحتفاظك بيه فاكتور مش مرتبط بين ولد او بنت، فاكتور مرتبط بمالتيبل فاكتورز ثانيه. انما يعني هو كان رايه كده ان مش عايزين بنات، احنا عايزين ايه رجاله، والشغل ده انسب اصلا للرجاله. طيب. وبعدين بقى لقيت مثلا من 8 سنين كده ولا حاجه، يعني كنت ناقشت بقى ماجستير وكنت ايامها في نص الدكتوراه كده، المكان بيعين بنتين، فبقول له ايه ده يا دكتور هتاخدوا بنات؟ انا عارفه ان هو ما بيحبش يعني ما يفضلش انه يعين بنات، ولو قدامه الفرصه انه يعين شباب طبعا يفضل انه يعين شباب يعني، ولا انفي ان فعلا الشباب بشوف فيهم قدر من الجديه في الشغل واحتماليه اعلى. انما يعني برضو شفت بنات عندهم جديه وعندهم قدره على تحمل المسؤوليه وكذا، ففكره الكلاسيفيكيشن اللي هو ابن ميلز او فيميلز يعني مش مفهومه قوي، مش دايما بتبقى فير. انما المهم ان انا لما قلت له كده قال لي بص يا هي خريجه 2016 لو انا فاكره صح يعني، وخلال السنتين دول لان الكلام ده اول كان في 2018، اللي حصل بقى ان البنوته دي اتدربت في اكتر من مكان، اتقنت البانل سيستم بتاعهم، بتدرس بروجرامنج وسجلت ماجستير، وهي عندها معرفه كويسه بلغه من لغات البرمجه. قال لي مكسب على فكره، مكسب ليا ولاي مكان، فلو مش هاخدها انا هتتعين في اي مكان وهتبقى اضافه لاي مكان. ده الكلام اللي هو قاله من لساني. فاللي انا عايزه اقوله ايه، في مؤسسات صح بتبقى مش عايزه ومكتفيه، لكن لما بتكون انت اضافه يعني بتتفتح الفرصه اللي هي بتاعتك انت اللي على مقاسك. ف يعني مطلوب منهم، مطلوب في فرص شغل، طبعا في فرص شغل، مين يعني يتهيئ يوفق يعني، مين يعرف يوصل لك او يوصل لتفكيرك ان ربنا اللي خلقك ورزقك وعلمك ويصل لك كل الاسباب دي، لما توصل عند الشغل يعز عليه ويوفر لك طريقه شغل كويسه، هيفتح لك بدل الباب 10 على فكره. المجال ساتوريتد، والله ايام ما كنا احنا في البكالوريوس كان بيتقال كده، المجال ساتوريتد. خد بالك المجال مع مرور الوقت بتتفتح فيه فرص اكبر واكتر، وسنترز اورام اكتر واكتر بتتفتح، ويفضل دايما الكويس بيثبت نفسه، الشاطر بيبان، وبتتفصل الفرصه اللي هي بتاعته. ما تشغلش بالك بالتفاصيل، اجتهد وتعلم وربنا هيصل لك الخير يعني. محدش يعرفنا، لما بقول لاي حد انا بشتغل ايه ما بيبقاش حد واخد باله انا بشتغل ايه، او مثلا الناس بتفتكر ان احنا بنشتغل على الجهاز كده ما بنعملش حاجه او كذا. يعني بص خليني اقول لك على حاجه اجمالا، يعني الناس بتميل لانها تشوف الناس التانيين ما بتشتغلش حاجه، فبيوصفوا الصيادله مثلا ان هم بيبيعوا ادويه، وبيوصفوا الدكاتره ان هم كده كده ما بيعملوش حاجه، ده هم بتروح للدكتور من دول يدي لك لسته اشعه. هو انا جاي لك عشان تقول لي على الاشعه ولا انا جاي لك عشان تكشف عليا؟ لا انا عايز ادخل للدكتور اخف يعني من غير رغي كتير، اقول له انا عندي كذا كذا، يقول لي خلاص بقى زي الفل. الناس كلها بتميل انها، او يعني الغالبيه يعني بتميل انها تنتقص اصحاب الفئات الثانيه، تمام؟ ما تخليش يعني راي حد في تخصصك هو ده الفاكتور اللي بيحكم انت شايف ان التخصص ده مفيد او مش مفيد او كذا. ده تخصص انت تعرفه اكتر من اي حد تاني، تعرف دراسته وتعرف مدى تخصصها، تعرف هي قد ايه متعبه وقد ايه على طول الوقت بتتحسن وتتطور ومحتاجه منك تبقى يعني عندك قابليه عاليه جدا انك تتعلم وتتطور دايما دايما. الوقت اللي بتقعد فيه وتريح بيعدي عليك كتير، بيعدي عليك بلاد. ربنا يوفقنا ويوفقكم جميعا. عايزه اسالكم على ايه كمان، دول اكتر الاسئله اللي اتسالت. احنا بقى وقفنا فترة طويلة ليه؟ احنا وقفنا فترة عشان كواليتي الصور ما كانتش كويسة، كواليتي الفيديوز والصوت وكذا، يا رب تكون احسن المرة دي، ويا رب كل مرة تكون احسن، وان شاء الله القطاع ده ما يحصلش تاني. عايزة اقول لكم كمان ان ما فيك محتاج ليه؟ احب اوي اسمع رأيكم في الكومنتات، ويا رب تكونوا بخير وتكونوا دايما في احسن حال. باي باي.